فقط على CBC. ومعي على الهاتف من لبنان الأستاذ الإعلامي الكبير جورج قرداحي. مساء الخير يا أستاذ جورج. مساء النور ست لميس. والله بي. أنا وحشتيني، مشتاق لصوتك، مشتاق لك، وأنا متابعك دايما. شكرا. وأول شيء بدي عيدك وعيد جميع المشاهدين وأهلي في مصر جميعا، نقول لهم رمضان كريم وإن شاء الله بينعاد على مصر وعلى أهلها بالخير والبركة والسعادة والاستقرار والازدهار والانطلاق من جديد. يا رب يا رب. مصر ولبنان يا أستاذ جورج. يا رب لبنان طبعا ولبنى، بس أنا مصر أنا، لأن عم بحكي إلى جمهوري في مصر، بقى مصر طبعا أم الدنيا. أستاذ جورج، يعني اشرح لي الفكرة، يعني بقالك فترة في برامج المسابقات، ومن من يربح المليون إلى المليونير وغيره، ثم يعني هذه اللقطات الإنسانية اللي أنا بشوفها في البرومو، اشرح لي إيه المسامح كريم؟ هو مسابقة برضو ولكن مسابقة مع الذات ست لميس، لأنه فيها تحدي كبير، فيها تحدي إنك تقدري وفقي بين اثنين باعد بينهم الحقد، باعد بينهم احيانا فقر، باعدت بينهم المصائب، باعدت بينهم الحياه وظروف الحياه، انك ترجعي تجمعيهم عن جديد، تجمعي اسره مثلا عن جديد. ففيها تحدي كبير، وانا يعني بنظر لها من هذه النظره فقط، والى بالاضافه الى انه في مشاعر انسانيه كبيره. ايه اصعب لحظة وقفت قدامها في هذا البرنامج؟ والله في كتير لحظات، بتعرفي مرق معي قصص وما كنت متوقعها. يعني انا بدي حيي الاعداد، بدي حيي الناس اللي جابوا هالقصص، قصص كبيرة، يعني قصص فيها ثأر، فيها دماء، فيها عائلات، اسر مثلا بقالهم 10 سنوات بيتقاتلوا، بيسقوا الضحايا من هذه العائلة وتلك، كله ثأر، لأنه هذه هي التقاليد، وبتلاقيهم بقرية واحدة وناس تسقط تباعا، والناس كلها متربصة ببعض، ناس خائفة، تحرق بيوت، يعني يصير في اعتداءات. فلذلك هذه أصعب قصة واجهتها أنا، أنك تجمعي عائلتين وتقدري تخليهم يتصالحوا ويطووا صفحة الثأر اللي عمره 10 سنوات، ويرجعوا يتطلعوا إلى المستقبل بأمل جديد وبسلام بقى هذه فيها أكثر. يعني لما يجوا لعندي على البرنامج يفكروا أنه جايين على برنامج من سيربح المليون، أول سؤال يسألوني ما فيش مليون، بقول لهم لا، في أهم من المليون إن شاء الله، في أحسن من المليون، بقول لهم إن شاء الله في أهم من المليون، أهم من المليون. أنه لما واحد أب بيسترجع ابنه، أو أم ترجع لزوجها، يعني الحالات الاجتماعية هذه اللي القصص الاجتماعية هذه لما بتنتهي بشكل سعيد وبشكل إيجابي، بتلاقيها فعلا مش بس بالنسبة لي، بالنسبة للناس اللي هم أصحاب العلاقة، هي أغلى وأثمن من المليون. هل ده نفس الفورمات بتاعت يوف جوت ميل؟ يعني كان في برنامج أعتقد شهير بهذا الشكل. هو نفسه حبيبتي، هو نفسه ستانيس، هو نفسه يوف جوت ميل. هو تشي بوستا بيرتي، هو برنامج إيطالي أخذته الـ OSN واتفقت معهم وأنتجنا عملوه يعني وقدمته بكثير من الحماس، يعني لأنه فعلا في مشاعر إنسانية قوية. بقالك كتير بعيد عن فكرة انك تحاور سياسيين، بعيد عن السياسة، بعيد عن هذا النوع. والله من والله بدي اقولك بصراحة، بس احسن، عايز اقولك انه أيوة. برافو عليك حبيبتي. انا بدي اقولك شغلي، انا كنت متابعك بقالي زمان، وبتعرفي انت معزتك عندي، الله يخليك، وانت كمان كنت متابعك دائما، وبعرف شو الصعوبات اللي واجهتوها انتو بالظروف اللي مرقت فيها. صحيح. مصر والعالم العربي، يعني بخلال ما سمي بالربيع العربي، كنت شاعر معكم والله انتو جبابرة، انتو ابطال، انتو تستحقوا كل تقدير وكل احترام وكل شكر على الجهد اللي بذلتوه حتى تصححوا المسار، لانه فعلا كانت هالأمة العربية رايحة اخذينها الحمد لله الى مسارات اخرى، الى انفاق اخرى ما بنعرف لوين بتودي. الحمد لله. انا بشكرك، برحب بيك على CBC. من الابطال اللي وقفوا عشان يوروا المشاهد العربي، المشاهد المصري اولا ثم المشاهد العربي،
يعني يكشفوا الحقائق ويكشفوا تلك المؤامرة التي كانت تجتاح العالم العربي كله. صحيح. وزالت مستمرة في سوريا طبعا. وزالت مستمرة في العراق اليوم، مستمرة في ليبيا، مستمرة في أماكن أخرى. بس الحمد لله أنه مصر يعني بقدر أقول أنه صوبت المسار، وإن شاء الله انطلقت بأمان إلى بر السلام بإذن الله. عايزة بس أقول لك إن إحنا بناخد هذه القوة الحقيقة من كثير من الزملاء في لبنان، منكم أنتوا اللي علمتونا الحياة. أنا بتعرفي أنا أول من تكلم بصراحة، يعني صح. لما شفت الأمور كيف بدأت تجري في سوريا، أنا أول من قال إنه يا جماعة ما تصدقوا إنه في نظام مستهدف أو رئيس مستهدف. في بلد بكامله مستهدف، في 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 بلد شعبا وأرضا مستهدف، في محاولات لتقسيم البلد لضرب العروبة كلها من المحيط إلى الخليج. ما اعتبروا أنه والله أنت عم بتأيد النظام وأخذوا إجراءات بحقه إلى آخره. بس أنا كنت أول يعني بثالث شهر من أحداث سوريا قلت انتبهوا، لأنه المسألة تتعدى محاولة قلب نظام أو غيره. المسألة هي لضرب سوريا، دور سوريا في المنطقة. نعم. بعد ما حيدوا مصر، بعد ما ضربوا العراق، ما بقي إلا سوريا. صح. كان لازم أنه يضربوا سوريا، ولكن والحمد لله ما قدروا. يعني تغيرت الصورة الآن، يعني مع داعش وكل ما يدور حول داعش من يعني فصائل تكفيرية، ويعني تغيرت الصورة كاملة في سوريا وخلال سوريا. أنا بشكرك وبرحب بيك على شاشة سي بي سي. أنت يعني أنا بشكرك وبتمنى لكم فخر لينا دايما كريم، والصيام مقبول لكل إخواني وأحبائي المسلمين، وإن شاء الله بينعاد عليكم وعلى مصر وعلى الأمة العربية. وبنتظر برنامجك أنا وكل مشاهدي سي بي سي، وإن شاء الله ننتظرك لما تكون في زيارة لمصر قريبا، أنك تكون. وأنا بحييكي وبحيي شجاعتك ومواقفك وبطولتك. أشكرك أستاذ جورج خرداحي، أنت دايما بالنسبة لي يعني علم من أعلام الإعلام العربي، بحترمك وبحبك وبقدرك طبعا بشكل كبير. شكرا جورج خرداحي.